وما خلفهم ولا يحيطون
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأجمعين والطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين
وكل السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة والمسافرين والمقيمين في بدرك وبحرك بأمة محمد عليه أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ولرضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وخالنا وخالاتنا ومشايخنا وحفظ القرآن العظيم. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا ومشايخنا من العلماء العاملين وإمام المتقين وحفظ القرآن الكريم. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هدانا وعنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله